مرحبا، واليوم برضه حيكون عندنا بطل القصة هو العدو اللدود تاعنا، السكر والنشويات. كيف نبلش بالموضوع؟ بدي احكي لكم شغله بتعرفوا سمعتوا بي الاتكنز دايت اللي هي اللي بيمنعوا فيها السكريات والنشويات وبيعتمدوا على كل الشغلات الثانيه، بس انه هي الكربوهيدرات بشكل عام بيمنعوها بشكل كامل. وانشهرت كثير الاتكنز دايت خلال ولا زالت مشهوره وانحكت في اوبرا وبكثير شغلات، يعني المهم انه كان انشهرت كثير وكان من العوامل الرئيسيه اللي شهرت هاي الدايت، غير انه طبعا كان الناس اللي يعملوها ينزل الوزن عندهم، هي انه بشكل عام كانوا كل الناس اللي في عندهم مرض صرع او شحنات كهرباء موجوده في الدماغ كانوا يعني بس يمشوا على الاتكنز دايت خلال ما يكملوش يعني 10 ايام تكون المشكله زالت من عندهم. يعني تخيلوا واحد عنده مشكله صرع وبيصير في عنده نوبات بالدماغ وشغلات مثل هيك، مجرد ما مشى على الاتكنز دايت راحت المشكله من عنده خلال 10 ايام تقريبا. هلا مثل ما حكينا هم بوقفوا السكريات والنشويات اللي هي الكربوهيدرات بشكل كامل، وين مشكله الاتكنز دايت؟ انه بيصيروا يعتمدوا على البروتينات والفات الحيوانيه، وبالتالي شالوا مشكله وبدخلوا مشاكل تانية. مزبوط بنزل الوزن في البدايه، بعدين برجع بيصير في مشاكل تانية لانه بياخذوا كتير بروتينات حيوانيه وحليب وجبنه ولبنه ولبن، بيصير في عندهم بلغم بالجسم الى اخره الى اخره. يعني انه اكيد انا ما بقدر اضبط شغله واخرب شغله تانية، بس النقطه الرئيسيه اللي صارت معاهم انه هم بسبب توقيفهم للسكريات والنشويات مشاكل الصرع اللي كانت تصير مع الناس زالت، وعملوا كتير عليها دراسات وانشهر كتير الموضوع من خلالها، لانه هو طبعا موضوع كتير اكسايتنج. يعني تخيلوا من خلال تغيير شغله بسيطه بالاكل انه عالجنا مرض كتير موجود عند الناس، فهذا كان واحد من الاسباب الرئيسيه اللي انشهرت الدايت كتير من خلالها. هلا طبعا احنا اكيد الهدف تاعنا انه بدنا نوصل لمرحله انه نتخلى عن السكريات والنشويات، بس البديل للدهون المفيده بدي اخذ الدهون النباتيه، مثل عندي بذر الكتان، بذر الشيا، الافوكادو، البذور كلياتها بشكل عام، المكسرات، الشغلات هاي كلياتها. يعني في عندي كتير مصادر رح نحكي عليهم بالتفصيل لقدام اللي هي ممكن انا استعيض فيها عن البروتينات الحيوانيه، استعيض فيها عن الاجبان والالبان والشغلات هاي كلياتها. هلا اللي بيصير عندنا بالجسم طبعا اللي هو بيؤدي لهي العمليه، انه مجرد ما احنا وحكينا فيها قبل المره وحنحكي فيه اكثر على موضوع السكر، انه مجرد ما انا لغيت السكريات والنشويات الجسم بعد كم من يوم بتحول لعمليه الكيتوسيس اللي هي بيصير عنده حرق الطاقه مش مبني على الكربوهيدرات والسكريات اللي هو الجلوكوز، بيصير مبني على بشكل رئيسي على حرق الدهون. وحرق الدهون طبعا احنا بنحكي على الدهون اللي هي من مصادر جيده، مش الدهون المش كويسه. يعني ممكن اجيب انا مثلا هيدروجينيتد فات مثل المارجرين واحكي عنها دهون، بينما ممكن اجيب مكسرات او اجيب مثل ما حكينا بذر كتان وبذر شيا وافوكادو اللي هي عباره عن دهون كتير مفيده للجسم، واستخدمها وهي مصدر للطاقه من خلال عمليه الكيتوسيس مثل ما حكينا. وحكينا قبل هالمره كمان اللي هي تخيلوا قطار، يعني بجيب قطار ممكن امشي القطار على الفحم، احرق الفحم اللي هو كربوهيدرات، وممكن امشيه على اللارد اللي هي الدهون، ولما يمشي على اللارد بيكون كتير أنظف وكتير الافيشنسي اللي هي الكفاءة أعلى من لما أمشي على الكربوهيدرات اللي هي على الفحم. طبعا إحنا بنحكي على قطار وعلى جسم إنسان، بس الفكرة كتير مشابهة اللي هي جوا جسم الإنسان بنسميها بعملية الكيتوسيس، إنه جسم الإنسان صار يحرق الدهون كمصدر للطاقة بدل ما يحرق السكريات. فواحدة من الفوائد الرئيسية لهذه العملية إنه مشاكل الصرع والكهرباء الزايدة بالدماغ والديبريشن الاكتئاب رح نحكي فيها أكتر لقدام كلياتها بتزول من عند الشخص خلال فترة جدا قصيرة، بس الواحد بده يتحمل حوالي 10 أيام بعد ما يمشي على بالطريقة هاي اللي هي عملية الكيتوسيس حتى يقدر الجسم يوصل لعملية الحرق الجديدة ويعمل التوازن من خلالها. فشوفوا قديش الفكرة بسيطة، بس هاي هي انه بوقف السكريات والنشويات وبدالها بعتمد على البذور وعلى المكسرات وعلى الخضار وعلى الورقيات وعلى هاي الشغلات اللي هي طبعا بتكون عبارة عن مصدر تغذية ومصدر طاقة للجسم، الطاقة من خلال الدهون والمينرالز والفيتوكيميكلز والفيتامينز والشغلات هاي كلها بحصل عليها من الخضار ومن البذور ومثل هيك. هلا لانه اليوم قاعدين بنحكي كمان على مرض الصرع، في عندنا شغلتين ممكن يساعدونا كمان في الموضوع. الشغله الاولى اللي هي بذور الحرمل، ممكن نجيبها ونعمل منها شاي ونشربه للطفل او للشخص المصاب في المرض، طبعا بكميه مش بتركيز عالي. بدي اعرف استخدم التركيز المناسب لانه الحرمل برخي الجهاز العصبي، فممكن اذا شربتوا شاي حرمل بتركيز عالي للطفل بتلاقوه مثلا غير انه طعمته مره، بتلاحظوا انه بصير في عنده خلل في التوازن، ممكن هو ماشي يوقع او شيء مثل هيك. فبدكم تلاقوا التركيز المناسب لعمل عملية الاستخدام.
شغلة تانية يمكن تستخدموها اللي هو CBD اللي هو زيت أصناف معينة من نبتة القنب، برضو بيستخدموه علاجيا حتى إنه يخففوا نوبات الصرع. طبعا نبتة القنب هي أكثر من 50 جنس، وبتعرفوا في منها بتحتوي على الكانيبويدز اللي هي بسموها الماريوانا، وفي منها بتحتوي على CBD بكمية أعلى. يعني في تفاوت، في نبتات بتكون نسبة CBD فيها كتير عالية وما فيها الإشي اللي بنسميه الماريوانا، والعكس في شغلات بتكون فيها اللي هي ممنوعة طبعا بكون فيها الماريوانا عالية وما فيها CBD. هلا الشغلات اللي بكون فيها CBD بتقدر تشتروها على الإنترنت بسهولة على موقع امازون وعلى اي باي، بتلاقوه CBD اويل بيكون موجود وبتقدر تستخدموه للطفل او للشخص المصاب. بس برجع بحكي مرة تانية، هاي الشغلات بتقلل حدوث النوبات لكن ما بتشفي المشكلة. شفاء المشكلة في اغلب الحالات خلينا نقول متعلق في كمية السكر والنشويات والكربوهيدرات اللي انا عم باخدها يوميا. فاذا بدي اعالج المشكلة بشكل جذري مثل ما حكينا، مش بشكل مؤقت، يعني انه ما بدي اوقف النوبات او مؤقتا واضطر اعتمد على شغلة واذا وقفت هاي الشغلة ترجع النوبات، بلجأ للحل الدائم اللي هو انه بخلي جسمي يصير يعمل عملية حرق طاقة من خلال عملية الكيتوسيس بدل ما يعتمد على الكربوهيدرات والنشويات. وزي ما حكينا بستنى حوالي 10 ايام، عادة بعد 10 ايام عند اغلب الحالات بشوفوا تقريبا حل جذري للمشكلة. فهاي هي بالنسبة لليوم، شكرا دائما للي عم بسمع والله يحميكم، ونشوفكم بإذن الله المرة الجاية.